هو هو جاي هو قال يقول انا ابغى حنين شهينا بالحين تذكرت صدق والله يا الربع تبغى تشكيله وش انا ودي ودي الحين في هذه اللحظه ودي بحنيد وعريك يا لو سمحت لا تخرب علينا هوا تفضلت عندنا هوا عرفت طلع صوت الواحد احيانا ودك انه يقوم فهمت انت حنيد ومشغوطه وعريكه وعصيت ايه؟ ومرق وحليب معزه هاي ما ودك تخم ممتاز صح حليب معزه صح صح والله هذا الكلام ايش يعني تبغى تقهر الشدخ الشدخ هو جالس الحين جالس يخليني استذكر الاسواق عندنا سوق الخميس ولا سوق الاحد ولا سوق الثلاثاء ولا سوق الربع الشدخ يا عمر تعرف الشدخ لا بس انتم تعرفون ابن عمر يقول عندنا اكل اسمه شدخ في الجنوب يمكن مسمى مسمى ثاني عنا ايش ايش الدخل يجيك زي الملوخيه ذاك حتى مو زي الملوخيه لا يجيك من اين اصبر شدخ ولا شلخ فهمت 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 بس من وين تاخذ النبته شدخ ولا شلخ من الاراضي شدخ الشدخ نعم ياخذونها يسمونها صقله صقله ما ادري ايش لا صقله هذه من القصله الصقله لا لا صل على النبي صدق اسمها شدخ والله انك هذه النبتة انت صدق تسمونها شدخ والله نسميه الشدخ هذه النبتة اشوف النبتة أشوف. تطبخ فهمتني تطبخ يضاف عليها اي يضاف عليها زي زيت زيتون فهمت علي اوف هذه تدري ايش نحطها مع ايش طبعا نروح للسوق فهمت نروح الاسواق هذه اللي اقول لك يعني سوق اثنين ولا سوق الخميس ولا سوق زي كذا فهمت عندنا اسواق شعبيه قديمه يعني سوق الثلاثاء سوق الجمعة سوق الثلاثاء سلام عليك طيب. هذا السوق هذا السوق ايش يا فيصل طيب. طبعا مع الراتب بس اروح له انا مع الراتب بس غالي ما هو غالي بس انك تنزل لك ربع حنين فهمت علي تنزل لك شدخ مع خميره فهمت علي الخميره هذه طبعا الخبز اللي خبز ميفا او خبز خمير فهمت علي خمير ايوه باذن الله انت تجوني الجنوب واذوقكم اياها الله يجعلها باذن الله اتوقع ان مسمها عندنا يختلف اتوقع اسمها عندنا طبيخه شيء زي كذا بس موجوده انتوا عندكم تسمونه غير والله ما عندنا ذي يا اخي تعرف هم راحين بدو شوي ترى انتوا قبل اي احنا بدو ما مالها دخل الا والله ايش دخل اكلات تظهر انكم متفقين في اكثر من اكله العريكه العصيده الحنين في اتفاق بس ايش هذا خذيه يا اخي لا بس كلها اسم غير كلها اسم تكلم تكلم عن نفسك انت ولا شهران فيه هل في حضر وبادية اي نعم العين والراس احنا ما ندخل في التفصيل القبلي احنا نتكلم انكم انتم متفقين في اكثر من اكلات ممكن نسماها عندكم اي كثير اي هذه ما فيها كلام نرجع لعدل اليوم خلاص خلاص انا اكلنا وشبعنا نرجع اليوم ايه اليوم 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 كان يوم جميل يمكن المحور عند لا والله عندك ابو اسامه انا مالي اليوم والله عندك والله ما يتعدى اليوم كان يوم محور جميل يعني كان يوم جميل مع انه اليوم كان اقل حصص لكن كان في اكثر حركيه يا سلام صح 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 صدق يعني ان نقول اليوم اعتذار بعض المدرسين كان ضاره نافع شفنا بعض الابداع اي والله يعني من بدر مطيري سليمان هذا اعداد قنوات والله يعني حاله يسوي كذا هذا القنوات بدر مطيري ما شاء الله تبارك الله بدر مطيري قدم فعاليه جميله سلام كان اليوم تحس اليوم انا اشوف اليوم كان في حياه يعني حركي حركي ابو سام انا اعذرني لو قطعت كلامك إيه؟ لكن جتني رساله من الوالده ما اقدر اني اتعدى إيه امي تقول الشدخ عندنا عندنا احنا اسمها المطبوخه مطبوخه يعني مطبوخة انت قلتها قلت طبيخه مطبوخه اي طبيخه مطبوخه فيعني كلام سليم انا اسف على المقاطعه لكن الوالده يعني اي لا خلاص اذا احنا نسكت اي والده احنا نسكت فاليوم كان يوم حيوي فعلا. يعني اليوم الحركه فيه تحس ان اليوم عرفت اللي ماخذ بروتين ايه اليوم هذا ماخذ بروتين صاد في نشاط في حركه صح كان يوم جميل ولا حسينا ولا حسينا فيه والله ما حسينا وكان الشباب يحتاجون مثل هذه الايام صح. انا اقول انهم يحتاجون مثل هذه الايام ودي ان الاسبوع هذا يكون كامل زي كذا ودي انا صدق ابو اسامه اليوم فيه لو تجي تلاحظ ان المنافسه اشتدت وبدت الفعاليات تكثر والاجتهاد اكثر يعني اليوم يوم احسب الدرجات كان فيه يعني قاعد احسب يا ولد فيه عدد كبير في عدد كبير من درجات عندك 150 اذاعه عندك فعاليه عندك والوقت سمح لهم اليوم ان هذا يسوي فعاليه وهذا يسوي فعاليه وهذا يسوي مبادره وهذا يسوي في يوم تجي انت تحسبها بشكل عام تشوف ان الناس قاعدين يقاتلون على الدرجه الفتره هذه احنا القلب النابض الفريق الاخضر غير تقول هل هو الشعله اللي خلت العرب تتحرك وش سويت اليوم مثل
اي بحماخذين المركز الاول تراهم يتناقزون يعني ودهم ودهم انه ياخذها واحد من برا ولا الفريق الاخضر. شوف حن لا بعض المشرفين لا بعض المشرفين لا انا اختلف معك بعض المشرفين. شوف انت اصلا كيف تعرف ما فرحانين؟ ايوه لا صلى ابو سامي صلى على النبي. انت كيف تعرف اصلا كيف ان المشرفين ايش بنسير عليه؟ كم السلام ورحمة الله. ما خلصنا فعاليات. هذه هدية من الفصل البنفسجي للمشرفين أستاذ عمر المدير. يعطيكم العافية. تأكلونها و. الله يعطيكم العافية. هذا مو قدركم والله. الله يرضى قدركم وبيض الله وجهكم ولا. والله الفعاليات عاد خلص. لو داني ما في حصص من أول. تشوفون وين وين. اسمعوا باخذ الدلة بكرة اوكي؟ خلاص خلاص. بيض الله وجهكم. يلا مع السلامة. بيض الله وجهكم. أمن أمن عليها يا. في ملاعق صحون كل شيء عندي. أصفر اللون. أصفر. رحنا لك سند. الله يعطيكم العافية ويكثر خيركم يا. ودك نخلي التورتة هلا بعدين. لا 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 افتحها بس. افتحها لن تؤكل. انا حصل لي موقف وانت يا ابو اسامه تعرف يوم تركتني وحيد انا اتعب نفسيا. فيوم جو على الكيكه الاثنين هذول بدا يغلط بدا يغلط ما قدرت اكمل ما قدرت اكمل فقره الشاي. استريحوا شباب استريحوا. افتحها بس افتحها يا علي. يعني ان شاء الله اني انا اكبركم عمر ولي احترامي فاستريحوا. ابشر بالسعد. الله يعطيكم العافيه. والله يا ابو اسامه ايش في بديت افضفض. ايوه انت ما ادري فاكرين عليك كيكه وانا ما موجود. لا ما قدرت اكمل معهم محور. قلت يا عزم شدي شكرا. مرستوا يعني ودورنا نشوف. لا شكلنا ما مكملين كلنا. لا لا بس طلعها وناكلها بعد الهواء يا شباب. ما شاء الله. لا ودي انكم تقصونها من اول من بروتوكول عشان الاهل اللي تعبانين. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. قصهم كمل محور بروتوكول عشان الشباب قدام يعني. لا 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 وش في شيء في والله في شيء. فنقصها ونكمل بعد نكمل المحور. عاد تدرون يوم ميلادي 28 سبتمبر. ما جاء اليوم تونا. احنا اليوم 8 باقي 20 يوم. اما انا 7 12 ديسمبر. بسم الله. وين وين كذا ابو سامة. اي يا شباب القصه كلنا. لا لا انتم انتم لا بدا يلا يدين يدين كلنا 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 كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيض الله وجهكم يا. شكرا شكرا رايد انتو. الله يبيض وجهك. بسم الله يلا يلا. بسم الله ابو سامة لا تفك ترى انا ما انا بس ما سكتكم انا بس فك يا اخي. يلا انزل ها فاك انا يا عيال بلا. يلا اوكي بيض الله وجهكم. خلاص خلاص يا اخو خلاص اوكي اوكي كمل المحور. والله ما تاكل والله انها لذيذة اقسم بالله لذيذة. ايش دراك ما اكلت من الشكل. خلاص بيض الله بعد بعد الهواء. بيض الله وجهك. بعد الهواء يا علي علشاني بالله لانك انت جاي تكمل معك كلمتك ابشر. اه خلاص بيض الله. نرجع ان اليوم كان حيوي على ذلك. بس يا اخي جانا مدرس يتكلم عن الاتيكيت يا علي. صح هو قال الاتيكيت تاكل بيدك. لا بس ليش يسبق الناس؟ لا انا عارف ايش بدنا اسمع. محمد ايوه ايوه محمد ايوه ايوه. لا لا خذاني بصفه. كنت اتكلم في موضوع لكن قطعونا الشباب. آسف. محمد دنعة رمى اتهام قوي جدا على المشرفين. وقال انهم زعلانين الاخضر اللي اخذ الاول. فعلا. لكن انا ودي ان غير محمد اللي قال الكلام هذا. ليش؟ ليه؟ لان هل داوم محمد علشان يعرف ما في سطور صدور المشرفين؟ لا. فهو ما يدري هل هذا يبغضه ولا هذا يحبه. صح. هذا في الاساس. لو يبور الملام احسب حبيبي حبيبي هذا انا بالصوت حبيبي يبور واحسبني اموت ولا الله واحسبني اموت ولا يجيني بلا. يا سلام وصلت الرساله. وصلت بيض الله وجهك محمد دنعة مظلوم. لكن لكن يا شباب تاكدوا يا هذا يمكن ابو ناصر يمزح ان كنا بيننا مازح. لكن تاكدوا ان اي فريق ياخذ الاول لا يمكن يمكن ان نحرص على ان نناقش على درجات. لكن اللي ياخذ الاول يستاهل والله العظيم من فرحه الفريق الاخضر والاصفر والبنفسجي والازرق والاحمر. لان هدفنا اصلا مو بالترتيب. هدفنا ان وصلنا الرساله. صحيح. والتنافس هذا اللي قاعد نشوفه هو نتاج عملنا الخمسه كلنا مع المدير مع الجميع. الطاقه من يكون المتسابق يطلع باكثر فائده ممكن مو باكثر درجات ممكن. الله يعطيك العافيه. الله يعطيكم العافيه. والوضع مزوح يعني وانا يعني وانت تعرفون اليوم كان الباص. موضوع الاذاعه على الجدل فما نبغى نخوض في الجدل. نعم. فكانت اذاعه مميزه. انا حطيت لكم الباص ما حد فهمها فاخذوا لا لا صدق خذ المحور. الاذاعه اليوم كانت جميله جدا مع ابو اسامه. الله يعطيكم العافيه وما قصروا. ودائما نشوف المواضيع اللي يسويها او يقدمها ابو اسامه سبحان الله
والله صدق تلامس 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 الناس شخصيته. بشكل عام اي صح لا لا اي عشوا مواضيع اجتماعيه بحت يعني تتكلم عن التعصب الرياضي موضوع اجتماعي الجدل موضوع اجتماعي وش طبعا هذولي وانا مالي فيها اي شيء انا مجرد اني اخذ الموضوع واقدم رساله الشباب اللي اختاروا الموضوع هم في الاعداد وهم ما يقصرون اي والله هم اللي يتعبون في اعداد الموضوع في اعداد المحاور في اعداد الاسئله احنا مجرد ان كيف نطلعها بالشكل اللي هم يبغونه يا سلام لكن هم الـ الجنود الخفيين في المواضيع هذه هذا من ناحيه بعدها زي ما قلنا انتقلنا للفعاليات حقت الطلاب جميل صراحه جميل اليوم يوم ريلتي فل اي والله يعني اول جميل. ما بدينا كنت اقول اليوم بنشوف كنت اتفائل يعني تقول للناس انه اليوم ان شاء الله نشوف شيء من ابداع الطلاب بس كنا متخوفين يكون في فراغ اي والله احنا كنا متخوفين في فراغ لان تعودنا على الحصص والفراغ اللي صار هذا ملوم ناس مبيع. بشكل احترافي احتراف جدا, احتراف جدا, 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 جدا 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 فالله يعطيكم العافيه وجميع الشباب ابو مفرح شكرا لهم وسلام اليوم كامل بين يديك خذ ما تبي من اي طرف من اللي داعم من اللي يجوز اول شيء اول ما بدا في الاذاعه فيصل رحت عنده في الاربيز قبل يبدا فتحت الريلز فيصل السلام عليكم هو يحسب انه سيدي صار قلت له لا انا علي قال يلي قال لي اذاعتك بتكون ناجحه قلت له ناجحه انا اثق صراحه بس تبغاني معك في الاذاعه قال لا السلام عليكم طار ما قبل اكلم محمد دنعه اي احس بيقول زي دنعه فهمت لا خلاص يا اخي ضحكت معي دنعه يا اخي خلاص فانا ما ابغى اخرب على دنعه عشان دنعه يقول انه ما تحبون الفريق الاخضر فانا ما ابغى اخرب عنده فهو مبسوط الشغل معك استعجبتني بضحكه قال لا ترى دائما الكلمه القويه مع ابتسامه تسهلها على خاطر تقبلها لا 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 انا ما ابغى ادخل في خط دنع مرتاح مع الشغل مع علي فادخل معه واخذ اللي هو ذا واخرب عليهم الراح لا صح فكانت اذاعه جدا جميله هذا وفاء من باب الوفاء والله لك يا ابو ناصر انت لي انت انا الوافي معك انا اللي رفضت كفو هو اللي جاني لازم احذره مره ثانيه ايوه اللي كان من اليوم ابو واذا ما شاء الله تبارك الله يعني ما الله يا ابو اسامه جلست انا لا اخفيك سر اني جلست في الاعداد وجالس استمتع بالله يرفع قدرك يعطيك حتى مداخله الضيف اللي كان موجود الله يعطيك العافيه ما كان اليوم ما كان في ضيف لا اوك لا كسك التغريدات الله ايوه ما هو اللي التغريدات انا اللي قلتها لا دقيقه انا اللي قلتها دقيقه والله ما تروح والله ما تعدي بي انت تبغى تضحك علينا ولا على الناس ولا على مين تقول شفت الاذاعه يا علي في الاخير ما في ضيف الا قبل الضيف قبل الضيف مشي صح صح انا يوم قال لي روح عبد السلام قال لي روح عند استاذ عمر يوم جيتك عند الغرفه اللي وراها ما جيت طيب كيف طيب تكفى طيب كيف الا هي جيتك وقتك انا عندي طيب كيف مدحت مداخله الضيف وانت ما شفته ولا سمعته ولا شيء انا هو بالروتين المعتاد انك كان في ضيف ليش اليوم ما في ضيف يا فضحي فضحي لا 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 هي كانت اليوم الفقره مي بضيف صدق كانت في تغريدات فانا قلتها باسلوب ثاني انه ضيوفنا اللي شاركونا انا قلتها باسلوب ثاني حتى نبره الصوت اختلفت فممكن انك انت تحسبه ضيف اي نعم غير خلاص كيف في مويه لا لا كيف فعاليه كيف فعاليه الفصل سليمان كيف فعاليه والله اصب لك قهوه على ذا الحسن يلا توترت صدق والله يعني ما اقدر وكان ودي انها تمشي بس ليش طمرك في الضيف قل لي ذا عجبني يا اخي ابو سام على طول رد عليك رد سريع تفضل ولد اسلم الله رايد ما عاد تدري يا علي والله ما بكمل ابى اقول ايش رايك في الضيف بالله وبخليك تسترسل بعدين اقول لك ما في ضيف يعني بس خلنا من الاول يعني هي لا انا كنت بخش في المقلب هذا بخش فيه كنت بسالك بقول لك انا مين خلاص اسمع تدري اني كنت بسالك بقول ليه كيف كانت مداخله الضيف الصدق بالله ما كان جميل بتقول انت والله كاعطيك بعطيك وبعدين بقول ما في ضيف بروح بس خلنا من الاساس الصدق الصدق كنت موجود لين انت على الفصل الاول لا والله غيرت نبره صوتي والله يعني تقريبا وطلعت صدق فعلا كان في موضوع عند الاستاذ عمر ورحت معه وخلصنا النقاش اللي كان موجود ما شاء الله تبارك الله انا جيت عند استاذ عمر قلت له حصه رياضيات موجود قال حصل له ظرف استاذ خالد صحيح. وكمان استاذ عزوز استاذ عبد العزيز الكوتش عبد العزيز حصل له ظرف قلت يا ولد الحين طيب كيف عندنا صح؟ فراغ عندنا فراغ والله صادق قال لا فيه قلت ايش فيه قال عبد سليمان عنده لعبه كذا 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 مسابقه قلت حلو الحين ارتحت شوي ها راح معك ايه صح
قلت فيه شيء ثاني؟ قال الفريق الاحمر عندهم مسابقه تركيب مدي او حاجه زي كذا ما كنت حتى ايوه. قلت خلاص يلا حلو في يعني في محتوى عندنا نقدر نشي فيه الليله ولا بتقصرون انتم جميعا يعني ما شاء الله تبارك الله. وايضا ترى كان في مسرحيه لكن الوقت امتلى فما قدرنا. فواز كمان عنده ترى كان عنده لعبه قلت لا الشباب هم حاجدين احنا بنيجي في السرع يعني الفراغ اللي صنع اليوم نطمر شيء الفراغ اللي صنع اليوم طلعنا شيء فعلا شيء جميل. فكره اللعبه المسابقه جدا جدا الله جدا جميلة. جباره يعني شفنا برامج كثير هذه تعرض في اكبر البرامج والله يعني. لا تحضير طالب كيف يا تنسيق انه هو الطالب اللي سواها ترى الى الحين انا ما شاء الله تبارك الله باقي مندهل من شفت حسن النيه شفت اللي نيته صافيه اي الولد نيته صافيه فعلا نعم ترى جابها اول واحد جاب مبادر ترى يمكن لها يمكن ثالث يوم او رابع يوم من يوم جاء تذكر ابو سامي جاي الحين معنا صحيح ثم قلنا له الوقت الفلاني الوقت الفلاني تحس بانه زعل انه ليش ما تطلعون قال ما في مشكله اي وقت انا جاهز ثم جاء يوم الخميس كان جاهز صح. كل شيء لكن ما قدمنا الوقت رحت حضرت منك والله يا سليمان انا اسف ما قدرت صحيح قال لي جعل الدنيا في داك بكل يا اخي طيب جت في اليوم المناسب فجت في اليوم المناسب صح. بطريقه مناسبه مبهره جميله فعلا. بجوده عاليه فعلا. صراحه شكرا لسليمان ما يبطل السيل الا من كبره الله هو الفصل كامل يعني الله يرفع قدر اليوم لازم نشيد بتضحيه سواها اليوم صهيب اي والله تعب فعلا جاء قال انا ابغى احضر الاذاعه وابغى احضر اليوم عشان ما يخصم علينا درجة وحاضر الإذاعة وعينه حط عليها منديل ولابس نظارة اي والله تعبان فهذا دل على حرصه والله يشفيه ويعافيه وتراك معذور يا صهيب وهذا اللي انت سويته مو بشيء رخيص يعني قليل عندي انا وعند الشباب كلهم عند إدارة البرنامج عند الجميع نعم. موقف يحسب لك فاليوم مواقف كثيرة يعني أي والله. موقف عبد الرحمن خطران يوم اعترف بالغش أي. موقف صهيب حضور اليوم موقف سليمان يوم انك له ثلاث ايام ما تدمر ولا شيء اي والله فكوكبه جميله جدا جدا موقف الاخضر يوم صار مع انه لو كان فريق ثاني صار في اللبس في السؤال تقبلوا النتيجه بصدر رحب جميل فهو اشياء اكثر مواقف اليوم تحسب للمجموعه كامله والله يوم جميل مره اليوم جميل جميل جدا 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 بما تعنيه الكلمه خصوصا المبادره كانت فيها بعدين المبادرات اليوم صارت يدوية وإلكترونية وتنافسية كلهم إيه؟ يعني شاركت فيها كل الفصول وطريقة تقديم المبادرة الأخيرة والمبادرة الأولى في المساحة اللي خلقت اليوم بسبب أعذار المدرسين ولد منها إبداع منقطع النظير نعم هذا اللي أبو ناصر اللي ذاع اليوم هل صحيح شفته ولا لا لا والله صدق ما شفتها يقولون الاستاذ خالد زاهر فاز بمسابقه الهجن في المركز الثالث الله يستاهل يستاهل يقولون مسابقه البكره اللي فاز فيها اسمها سينا فمبارك الاستاذ خالد زاهر مبروك هذا المركز مبروك الف مبروك وحصوله في الهجن وينافس في الهجن ياخذ سينا والله نشوفه هناك شغال شيء كبير والله يستاهل يا ولازم الحصه الجايه تجيب لنا شيء ولا احنا نحتفل بك ان شاء الله الاسبوع الجاي والله يستاهل مبروك والله يستاهل والله فاله الناموس لا هذا غياب يفرح الصدق نعم انه يحقق شيء فمجرد ان اي واحد يعني من المجموعه عندنا سواء مدرس او غيره يحقق شيء والله ان نفرح له كلنا نفرح له كلنا صح. يعني غياب ابو ناصر اللي قبل كم يوم كان في اعلان فيه جميل وفي ناس وكوكبه من المشاهير اليوم ابو طلق ناصر يستاهل اليوم ابو طلق عنده تصوير اعلان ما شاء الله لله ما شاء الله اليوم فرحانين والله الله يعني غياب ابو ناصر في اختيار الكوكبه مع ذيك المشاهير اقسم بالله انه يزيدني انا نعم ويزيد الشباب اي والله وجعلكم من زود في زود والله يبارك لك ويزيدك والله ما اقولها لا قدام كاميرا ولا ذا يمكن تدري ان نقولها من تحت تكلمت انجليزي انت في الاعلان ايوه اتحداك تقول جمله لايف از بيتر كيف تفضل قولها لايف از لا تبغى اتكلم معك بنفس اللي تفهمونها انت ولا بالاكسنت لا نبغى بالاكسنت بالاكسنت وبالسوناتا اقدر اخذ الجمله بس عشان اعرف اقرا بالاكسنت تبي بالاكسنت نسيته والله تبي بالاكسنت تبي بالسوناتا لا 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 نبغى اتكلم اي جمله بالاكسنت ولا بالسوناتا ولا باللي تبي بس عطني شيء شوف احنا نمدحك بعدين نحشرك سم علمنا اي شيء إلا ما أي حصل كعابي عادي إنجليزي كعابي
جود فود. ايوه جود مود. جود فود جود مود. ايوه يعني اكل جيد مزاج جيد. وش 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 الجمله؟ جود فود جود مود. جود فود ايش؟ جود مود. في كود خوص ولا ما في كود خوص؟ والله ما عاد ادري. لا لا تعال تجلس تجلس ترى ما بتاكل الكيك بكيف تجلس تجلس جود فود جود مود والله ما ردنا الا انت اوكي ابو سام اليوم المقدم بس ما تزعلني لو سمحت جود جود فود جود مود ايوه ايش الجمله وين الضمائر فيها كيف وين الضمائر فيها وين الضمائر في الجمله مو شرط ضمائر هي زي ما اهم شيء ضميرك حين اهم شيء الضمير اللي يفهم لا والله تستاهل يا ابو ناصر والله تستاهل مثل هذا نجاحات نفرح بها والله لك وجميع اخواننا اللي نعم برا. نعم حبيب والله يوفقك ان شاء الله ومن زود في زود حبيب. الشباب قاعد يضحون ترى والله الشباب قاعد يضحون عشان يجون فهمت. يعني السلمي حراره عبد المحسن تعبان وعليه حراره جالس اسبوع كامل خالد حسين يده مجبصه وجاي سعود السعود الهويشل الهويشل عنده شيء يعني مزكم مزكم عبد المحسن مع ان العالم العالم والله العظيم انهم قاعدين يقاتلون مقاتل البرنامج هذا دليل انهم يحبونا انا اتوقع انا الحفل الختامي مستشفى الدرعيه كلنا غدايات تعبانين السلام عليكم الف مبروك الله يبارك فيك لا بس يا اخي يوم تشوف انت ان الواحد عنده ضغط في المدرسه صباح صحيح وعنده امور يعني ما يرتاح زين في البيت يا اخي يجيك لا من الشغف من الشغف يا اخي ينام في السيارة إلين يوصل صح ويجيك بروح جديدة صح تعبان مريض صح مزكم صح مكسور ايش تبغى أنا موجود وحاضر صح اليوم صيب عيال يقول يقول أخويا في الإذاعة ما أبغى أخليهم والله وهو معذور يعني يعني حتى حتى هو في الإذاعة يمسك عينه كذا والله بالمنديل والله وأقول له تبي تريح يقول لا عطني سؤال أبغى أشارك فالعالم قاعدة تخلص للبرنامج فترى احنا نفس الشعور اللي انتم تحسونه ترى احنا شعورنا تجاهكم اي والله انه ودنا ان كل درجه ماضي عليكم وانا اتكلم باسمي وباسم الشباب المشرفين ابو ناصر سديد ابو مفرح عايض ابو طلق ان ترى كل الشباب حتى لو جاله ظرف ما قدر يجي اعرف انه ترى يتابع من وراء صح صح ويحرص على درجاتكم وابو ناصر تلقى يتواصل مع عمر وش سوى فريق الاخضر ايش اللي نقص معه ايش صار معه تلقى حريص كل الحرص ابو مفرح عايض الجميع حريص على فريقه فعلا. احيانا الظروف تحول بين المشرف ما يجي لكن اعرف ان قلبه موجود وانه حريص عليك وانه ويقاتلون عشان درجاتكم وترى المدرسين يجونكم بعضهم من من مدن بعيده إيه. يعني الاستاذ عبد الله يسافر الاستاذ محمد عطوه يسافر الاستاذ خالد يسافر زاهر يسافر عبد العزيز فقيه عنده اكثر من شغله طارق التايب والله شاء الكل جالس يعطي دبل الجهد علشان استاذ اللغه الصينيه عنده رحله يوم الاحد معطينا الحصه يوم الخميس اي والله قبل لا يمشي يعني المفروض انه قبل لا يروح للصين يحضر ويجهز مو فاضي عطى حصته ومشى الجميع في خدمه هالشباب ذولي وان شاء الله ان الله يرزقنا الاخلاص والقبول يا رب. والثمره اللي احنا نسعى لها يا رب يا رب محمد دنعه اليوم شفت الاذاعه ولا لا؟ ما تكلمت عن موضوع الاذاعه والله ما تكلمت ولا شفتها الصدق يعني هو خاف من الحشره يجي يلحق علي لا لا حبيبي انت مو شفت كيف انحشر علي علي بيع عن وجهك انه ما اكل الا الضيف لا لا والله بس ما منه الا على الطيب حنا بس حلالكم حلالكم شو اسمه صدق ما شفتها كان عندي يعني كم ميتنج كذا استعطاف درجة لا عرفت وش ما اشياء يعني حلوة ميتنج اشياء حلوة ايوه اشياء اجتماعات يعني اي نعم الله يرزقك الحين عندك اجتماع ولا ميتنج؟ شوف ترى يعني القناة يشوفونها من برا ومن برا السعودية وناس ما يفهمون عربي اي تبغى ينزلوا لك الترجمة وانت تتكلم انجليزي بالله تحتينا بالله ابو ناصر تبغى الصدق ابو شوف محمد حنا تكلمنا وقلنا مبروك وحنا فخورين باللي قاعد تسويه بس لا تشخص علي شخص شخص لا تشخص حبيبي ايش ميتنج؟ كنت ميتنج. في السناتة جاي في الخط لا تقول ميتنج لا ميتنج اجتماع عادي يمكن مرئي ما في مرئي ولا رجال ابو ناصر كلمني في الخط كامل ايوه يا ابو علي وتقول هو الاجتماع معك طيب ايش اتفقنا عليه؟ اي صح اجتماع صح معه بنشارك فلجن مع الشيخ مع استاذ خالد استاذ خالد بدك تسمعنا
والله يا طول عمره السلامة. عايد يعني عندك شيء باللغة العربية؟ اطربنا والله. ما ادري اليوم كحزن. اليوم اخلوه فريد اليوم. ها؟ اليوم فريد ما جهزت شيء. ما اقول سمعنا لازم. ترى احنا انا اعاند سمعنا. جهز لنا شيء باللغة العربية ابو فريد. جهز يا اخي يتكلم. لا عطنا انت. تفضل. خلاص عاد. قلنا ميتنج قلنا اللغة الإنجليزية جامناك فرحنا طيب لك. طيب طيب. سمعنا خليه. اوكي. عندي. لا انا لازم استخدم صلاحياتي اني كبير. الله العظيم. ما تفهم. ما تفهم. ترى جاهز انا ترى ماني بذا اقدر اعطي قصيدة. بس انا ابغاك انت تطلع الشاشة تجلس مع الاساطير. حبيبي ولا يهمك. تفضل. يا محاضد الله اللي على جمر السمر سمر واجبن كيف العرب وخواش الرب له قرب الملقط وفهق من الوقده جمر وفوح الدله وقاه والرفيق وقابله سلامتكم مبرح النبرة العشماوية يقول تبون ايش تبون؟ تبون غزل ولا تبون اللي تبي لا غزل نبغى غزل والله غزل تبي غزل نبرة عشماوية كذا عشماوية عشان عبد الرحمن عشماوي طيب يقول تهديها لي صح؟ لا غزل يا ابو اسامه رد حق الضيف ايه تعجبني انا اعطيتك كذي عشان تردها لا لا انا اتوقع ان المخاطب فيها انثى نعم ايه ما انا ابغى اقول لا يقول جاءت معذبتي في غيهب الغسق جاءت معذبتي في غيهب الغسق كانها الكوكب الدري في الافق فقلت نورتنا يا خير زائرة أما خشيت من الحراس في الطرق فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق فقلت هذه أحاديث مقولة موضوعة قد أتت من قولي مختلقي قالت وحق عيوني عز من قسمي وما على جبهتي من لؤلؤ الرمق إني أحبك حبا لا نفاد له ما دام في مهجتي شيء من الرمق فقمت والهان من وجدي أزحت اللثام وجدت البدر معتنقي قالت لا إله إلا الله وجدت البدر معتنقي إنها الأقلام ثقلت يا أبو مفرح إنها هاترك الأقلام نعم أزحت اللثام وجدت البدر معتنقي قلت العناء قالت أعوذ بالله عيت خلاص بيض الله وجهك بيض الله وجهك عليت عليت ابو ايوه قلت العناق حرام في شريعتنا قالت يا سيدي واجعله في عنقي الله اكبر اجعله في عنقي عندك اخوي لنا جه اعوذ بالله يقول هذا انت وش جابك بعد غيبة سنين الله الله عشان على نفس النسب يقول هذا انت وش جابك بعد غيبة سنين ابعد أغيب واعتبرني مسامحك من أولا ودي بشوفك وهالحين حتى ما عاد أبغى أتذكر ملامحك من أولا ودي بشوفك وهالحين حتى ما عاد أبغى أتذكر ملامحك نسيتها نسيتها قديمة لي قديمة لي يقول والثاني ايش يقول يقول شمس حبك توارت في حجاب الغياب شمس حبك توارت في حجاب الغياب واللقى شمس تبغى حب من غير شمس وجه حبك تغير صار ذابل وشاب كل ليلة بعد غيبتك يستاد إيه يقول اللقى صبح تبغى شمس من غير صبح يقول شمس حبك توارت في حجاب الغياب واللقى صبح تبغى شمس من غير صبح ووجه حبك تغير صار ذابل وشاب كل ليلة بعد غيبتك يزداد قبح بس والله لقفل للوصل كل باب سد باب الخسارة قالوا الناس ربح سلامتك الله لسانك وش هو وش ورطتني خلاص قلت ثلاثة لا خلاص وش قفل يقول يقول حبل القلم ضابط خفر يرفع على البيض التمام يا سولو
منجز البيوت القصايد خط يا ضابط خفر، موضوعها ما هو نصيحة خالصة ولا غرام، موضوعها مخلوط ما بين الميانة والحذر، ما ودي يستعجل بكلمة تزعل أصحاب المقام، ولا ودي يسكت من قهر وأكبر غبن سكتة قهر، لكن بغلفها على كيفي ولا حسب الملام، تمر ذان المستمع ما يفهم إلا من ندر، عمر لي من يا صاحبي ما صار فالعيان شام، هذه جهة هذه جهة واللي كتب رب قدر، عمر النظام اللي ينخدش من ناس ما سمي نظام، وأكبر جريمة للقبر من تنبش اللي في القبر، ولا كل شيء يبيض يمر معسمة سمي غمام، ولا كل غيمة في السماء تسقي ثرى البيضة مطر، ولا كل نور لا لمع ينقال جلاي الظلام، البرق له نور يشاف ولا جال ظلم الدهر، أما رد لك السلام اللي بدر منك سلام، ولا كسبنا تجربة والله لا يكشف لك ستر، نهاية الموضوع اللي وده بزبدة كلام، أحد تعدى هقوتي وأحد على الهقوة قصر. قصر بالله بالله يا أخوان، تبغون أقول قصيد وأبو سامة أشوف كيف بس مسك الطريق وخلاص عاش. الله الله العظيم الله, الله يرفع قدرك. لكن أنا بأشارك دامك وكلكم تفضلوا وبأقول أنا قاعد أنا ما بقول شعر صراحة تحضر، لأن والله يا ذهني إنه اليوم كان مليء صراحة ما في مشكلة. لكن أبغى أذكر أنا أعزائنا المشاهدين فتطبيق خوت ونقول لكم شاركوا بإذن الله من اليوم مع فصولكم. وإيش فك وسام ممتاز أقول له بس أضبط كان نقول تطبيق هودز هو أول تطبيق، يعني هذه إضافة كبيرة لنا، أول صحيح. تطبيق للتجارة الإلكترونية في الفيديوهات وفي البثوث المباشرة ما شاء الله. ويعني القطع اللي جابوها ممكن عشان توضح الصورة، لأنها أيضا لازم توضح للمشرفين إنه كل فصل عنده 100 قطعة، سوينا سحب وكل طالب طلع له منتج معين. طيب. اللي طلع له قلاية واللي طلع له شاشة واللي طلع له طيب. ففيه من هذه المنتجات 100 قطعة، المئة هذه موزعة على جميع الفصول. طيب. كل فصل لابد يكون عنده زي ما تقول أفكار تسويقية يسوق القطعة المتجر هذه، وكل قطعة ب15 درجة، فأنت كل ما بعت كل ما أضيف لك 15 درجة. طريقة التسويق في الفصل. أيوة، أنت تعلمهم على التجارة وتعلمهم أيضا على طريقة التسويق، يعني ممكن اليوم أبو سامة عنده طريقة معينة في التسويق، مشهد شيء دنعة نفس الكلام، علي نفس الكلام، كل واحد يسوق لمنتجه بطريقة معينة، وهذه لازم نذكر فيها الجمهور وأيضا يكون فيه اطلاع كامل من المشرفين علشان يضبطون الأفكار ممتاز. من الآن ممتاز ممتاز وصلت. خلاص خلاص اخذت موضوع سيد الحلقه يا ابو ما بعد ما بعد هذا الابداع. تفضل تفضل خذ راحتك. انت احنا عندنا من ضمن الحصص اللي هو الامن السبراني. نعم، عشان نعرف احنا فائدته يعني واهتمام صحيح ولاتنا وقادتنا حفظهم الله في هذا المجال، طبعا تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. الرياض تشهد في يوم 2 و3 أكتوبر من الشهر الجاي انعقاد المنتدى الدولي للأمن السبراني صحيح. تحت شعار تعظيم العمل المشترك في الفضاء السبراني بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين من أكثر من 120 دولة حول العالم بمناقشة الموضوعات الحيوية والاستراتيجية ذات الصلة بالفضاء السبراني. مسلام مسلام فهذا شيء يعني يذكر فيشكر من الشباب هنا في القناة، تعليم الأبناء صحيح. في هذه أهميتها وأنها رؤية دولة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا وحفظ الله ولاتنا وقادتنا من كل شيء. هذا مو بغريب، إحنا في عاصمة القرار، جميع ما يتمناه المواطن السعودي سيكون في العاصمة السعودية الرياض. يا سلام، كأس العالم الإلكترونية تو خلص، الحين نستضيف الأمن السبراني على المستوى السياسي، على المستوى الإلكتروني، على المستوى الرياضي، على المستوى الصناعي، على المستوى على جميع الأصعدة، السعودية هي الركب الأول ما لا أحد والجميع في الرياض. ما لحد، السلام عليكم. الله اللي يعزنا ما لحد من